ادي للاسف المصاريف بتفتح كيس اسود تحسبه لحمه باظت تلقى راس بنتها الراس بالرقبه جات الشاب جرحتها تجري. اعزائي مشاهدي قناه ساعة مع حنفي اهلا بكم، وزي ما اتفقنا قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. ايه الجريمه البشعه النهارده اللي هنتكلم عنها؟ وانا قلت انا مش معني ان انا اشرح جريمه واجيب ازاي تمت وازاي قتل وازاي سرق وازاي اغتصب وازاي تم القبض عليه، كل دي مسلمات والشرطه المصريه مشهود عنها بالكفاءه، لكن احنا بنتكلم عن الدروس بقى. الناس دي غلطت ونالت العقاب اللازم اللي كان المفروض ياخدوه نتيجه غلطهم ده، احنا بقى كمشاهدين لازم نستفيد من اخطائهم عشان ما نوقعش فيها مره ثانيه. ايه الجريمه البشعه اللي مصر كلها بتتكلم عنها دلوقتي؟ الراجل اللي قطع مراته الى اجزاء وحطها في كياس سودا وحطها في الفريزر وهو ده كان القبر بتاعها. جريمه بشعه جدا، تعال نعرف ايه الاسباب وايه الدوافع وبعد كده نقول نشوف الدروس المستفاده. قبل ما اشرح ده كله بدعوكم للاشتراك في قناه ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعه الحلقه. الموضوع ببساطه ان محمود وده اسم الزوج جزار، واحنا عارفين الجزارين بيبقى السلاح هو الاداه اللي بيستخدموها في الذبح، وبالتالي مسكه السكين او السطور ده شيء متعود عليه. الزوجه اسمها امل، عندها 25 سنه، عايشه ومتجوزه وعندها طفلين. لكن الجزار نتيجه لقسوته في المعامله مع زوجته دايما حدي جدا الطباع، ومش كل الجزارين كده، في جزارين على فكره رومانسيين جدا، لكن في جزار اللي بيمسك السكينه وبيشوف الدم وبيعيش معاه بتبقى الحياه بالنسبه له عاديه، لما منظر الدم والتقطيع واللحمه المتقطعه والراس وبيشفي، فمنظر الدم واللحم بيبقى منظر عادي عنده. هو كان قاسي معاها جدا لدرجه ان هو خلافات كتير كانت بينه وبينها، وبالصمات كانت بتاخد العيلين وتروح عند اهلها، وكان هو يرجع يوسط ناس وناس كبيره بتدخل، وهو عرف غلطه ومحمود جدع ومحمود كويس، وهيجي يبص على راسها ويجي يبص على ايديها والترضيه اللي هي عايزاها، وهو وعدنا وهو تكفل وهو، لغايه ما بيقنع اهلها. ودايما الام والاب بيقولوا ايه؟ يا بنتي ارجع عشان خاطر ولادك، يا بنتي احنا كبرنا مش هنقدر على تربيه العيال لوحدينا، والعيال عايزين ابوهم وابوهم بيحبهم، انت عيشه وهي عيشه والسلام. في امهات وابهات كده يقولوا للبنت ايه؟ احنا ما عندناش طلاق. يا حبيبتي ما انت فاكره ان الجواز ايه؟ ما كله عوالان هم، احنا بنتجوز عشان نشيل الهم وكله عشان خاطر ولادنا. ما حدش قال كده، لكن للاسف في قاعده كبيره جدا عايشين مع ازواجهم يقول لك اهي عيشه وخلاص، اهي عيشه وضل راجل وضل حيطه وهردونا بالهم والهم مش راضي بينا، كتير بيقولوا كده. المهم البنت اخر ما فاض بيها الكيل خدت هدومها وخدت هدوم العيال وراحت بيت اهلها وجات مش راجعه تاني. الزوج كالعاده ابتدى يبوس القدم ويفدي الندم في حق غلطته في حق مراته، ويدخل ناس ويقول لناس انا حرمت وانا عرفت وانا وانا. المره دي الزوج كانت مصممه على الطلاق، وعشان تعرفوا ان لا راجع راحت رفعت عليه قضيه بضم الشقه لانها حاضنه، وبضم الاولاد لان معاها شقه خافت عشان هو جزار يجي ياخدهم، فاصبح لقى نفسه ان هو لازم يديها الشقه عشان هي حاضنه، ولازم يديها الفرش والقايمه بكل اللي فيها، ولازم يدفع لها المقدم والمؤخر ونفقه المدعى، وكلها لقى نفسه ان هو اتوضر وهيروح في داهيه، وكل ده هيجيبه منين؟ طب لما يديها الشقه هو يعيش فين؟ هو على فكره كان عايش في الهرم الجيزه في منطقه اسمها شقه في شارع التامين الصحي بالهرم الجيزه، منطقه معروفه قوي منطقه او شارع التامين الصحي بالهرم في الجيزه دي، وفي ساكن في عماره ضخمه قوي او كبيره قوي. المهم فضل يبكي ويعيط وينوح وينوح ويدخل ناس ويودي اهله وخلاص والله وهحلف على المصحف وسامحوني وابوس على رجلها وانا غلطان. المهم ابوها وامها قال لها يا بنتي للمره المليون هنغصب عليك نغصب عليك زي بعض، يا بنتي ارجعي له عشان خاطرنا. المهم اتصلوا بيه قالوا تعالى خد مراتك، جري فرحان قال لهم طيب خلي العيال عندكم وانا عايز اصالحها ناخدها نتفسح انا وهي كده يومين ونرجع على شقتنا وخلي العيال عندكم. المهم الحما وحماته وحماه فرحوا قالوا خلي العيلين معانا مونسينا، وانت خد مراتك يا عم فسحها وهات لها هدايا وهات لها ذهب وحاول تصلح ما بينك، وهي جت خلاص يمكن يكون ربنا هداها. وخرجت مع الكلام ده كان يوم الخميس اللي فات. خميس جمعه يرنوا عليها ويرنوا عليه التليفونات مقفوله. يا جماعه البت فين؟ لدرجه ان امها واخواتها نزلوا لها صفحه على الفيسبوك بصورتها يا جماعه انت رحت فين؟ يا امل انت فين؟ ابوك وامك بيسالوا وهو مش لاقيين ولا هي لاقينا. في نفس الوقت العيال عايزين يغيروا هدومهم، ما هم سابانهم هدوم، ما الراجل لما جه خد مراته وخد الهدوم بتاعت العيال
علشان بعد كده يروح ياخدوا العيال على طول. فالحاجه قالت هروح اجيب عيف هدوم للعيال، وخاصه ان مفتاح الشقه كانت بنتها سايباه مع امها، فجت هروح اجيب لبس للعيال عقبال ما نشوف الراجل راح فين هو وبنتي، اللي هو جوزها يعني، جوز بنتها وبنتها. بتفتح الشقه شم ريحه وحشه، فاتصلت بجوزها، جات الشقه ريحتها تجرف، قال لها مش مقفوله والهانم بنتك وجوزها بيتفسحوا يا ست، مش اشكال، افتح الشباك نص ساعه وهات الهدوم واقفليها وكده وتعالى. قالت له حاضر. راحت دخلت تفتح الشبابيك بتاعت الصاله، ودخلت اوضه النوم بتاع بنتها تفتحها عشان الريحه، لقت الدم مغرج الصاله ومغرج الارضيه. اتصلت بجوزها، الحقني اوضه النوم كلها دم. قال لها دم؟ طب بص تحت احسن يكون عامل حاجه في البيت. بصت فوق السرير، قالت له لا مفيش حاجه. قال لها الحمد لله يا ستي، ده جزار ولقى كان جاب جلابيت وكلها دم وخلعها في الاوضه او اي حاجه ما. يعني قولي الحمد لله وتعالي بس اقفل الشقه وتعالي. قالت له حاضر. قفلت الشقه وتقعدين هو بيتصل، قال لها على فكره ابقى افتح الفريزر ممكن تكون النور قطع وفي لحمه في الفريزر فعفنت، فنضفيها ومسحيها من الريح. قالت اه والله هو اكيد فعلا النور بيقطع كتير في شارع التامين الصحي، ممكن يكون الفريزر فيه لحمه لانه جزار ويكون كل اللحمه باظت لما النور اتقطع. بتفتح التلاجة الفريزر، مش تلاجة الفريزر، لقت اكياس سودا كتير، فراحت بتفتح الاكياس السودا، قال لي كيس حد بيحط في التلاجة اكياس سودا بتاعت الزباله؟ بتفتح الكيس بتلقى اول ما فتح الكيس لقت مين؟ راس بنتها. تخيلوا ام بتفتح كيس اسود تحسب ولحمه باظت تلقى راس بنتها، الراس بالرقبه. طبعا الست زعجت، الناس اتلموا فيها فيها لقوا راس للست، طلع الاكياس فتحوا ادي الايدين ادي الرجلين ادي للاسف المصارين ادي. الجزار عمل ايه بقى؟ خدها في الاوضه وقال لها انت بترفع عليا قضيه، انت عايزه نفقه، انت عايزه جايمه، انت عايزه شقه، انت حاضنه، يعني ما عملتيش حساب العشره، يعني انا مش عاجبك، حلل الله اكبر. مسك السكينه وراح فصل راسها عن جسمها في اوضه النوم، وبعد كده جاب السطور وراح مقسمها نصين، وكل نص قسمه نصين، وبعد كده قطع 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 حط في كيس سودا سودا، وقال بقى الريحه هتفوح في احسن حاجه عقبال ما ارتب ازاي اتخلص منها احط كل الاكياس في الفريزر. فعلا حط كل الاكياس في الفريزر على اساس ان هي الفريزر لما يتلكها الريحه ما تطلعش. ريحه البني ادم حتى لو اتحطت في الفريزر سبحان الله، وخاصة النور لما بيقطع كمان في شارع التأمين الصحي بتطلع ريحة بشعة جدا. فسبحان الله أراد الله أن تكشف ستره، وبالتالي لأمه هي بتفتح الفريزر لقت جثة بنتها. الشرطة جات، فين الزوج؟ قفل موبايله. إيه اللي حصل يا حاجة؟ جد هو كان مزعل مراته من يوم الخميس وسوج علينا ناس، وجي خاتها وقال خلي العيال عندكم علشان أنا عايز إن إحنا نتفسح وأجيب لها هدايا ونقضي ليلة من ليالي شهر العسل مع بعضينا، وإحنا وافقنا وقلنا يسيبوهم يتمتعوا مع بعض شوية وخلي العيال معانا، ما كناش نعرف بنيته. طبعا الشرطة فضلت تبحث وكاميرات المراقبة وده وده لغاية ما لقوا الزوج هربان عند حد من قرايبه، تم القبض عليه، اعترافات تفصيلية إن هو قتلها وشفها وقطعها علشان كانت عايزة ان هي تتطلق، ورفعت عليه قضية بالقايمة والنفقة وبالشقة. ولسه انا اعتقد ان لسه فيه مفاجآت كتير هتتم في هذه القضية، لان ما فيش زوج يقطع، وخاصة ان كل الشهود والتحريات اشادوا بسمعة الزوجة جدا، مؤدبة جدا، بنت ناس جدا، محترمة جدا، محدش يسمع عنها اي كلمة. فاعتقد ان يكون في مفاجآت الزوج هيقولها الايام الجاية، ليه ده كان ممكن يموتها من غير ما يقطعها. واحد يقول لك انا اقطعها عشان يتخلص من جثتها، ماشي. هو جزار ما كانش هيغلب، قبل كده جبنا الزوج اللي قطع مراته وباعها بالكيلو، ودي كانت قصه مشهوره جدا على فكره، اللي قطع مراته وباعها في الكيلو، ودي كانت من القضايا اللي اثرت الراي العام. المره دي ان هو يقطعها ويشفيها ويحطها في الفريزر، دي كانت من القضايا اللي هزت مصر كلها، ومصر كلها بتتكلم عن الموضوع ده، وخاصه ان في بشاعه. اولا ده اسمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، لان اولا استدركها من بيت اهلها بحجه ان هو هيقضي معاها يوم جميل ويجددوا شهر العسل، وان هيجيب لها هدايا ويسهرها عشان يصالحها، وبعد كده خدها البيت استدركها لغايه البيت، وبعد كده راح دبحها، وبعد كده راح مثل بجثتها وقطعها، وبعد كده حطها في اكياس وحطها في الفريزر، كل ده عشان يخفي معالم جريمته. لكن انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد، والحمد لله تم القبض على الزوج. واعتقد ان الايام الجايه هتكون في محاكمات سريعه، عشان كل واحد يا جماعه اللي بيغلط لازم، اولا دي الدروس المستفاده بقى، او احنا لازم نستفيد بيها. انت اتخانقت مع مراتك يا اخي، العلاقه بينك وبينها ورقه عند المازون، طلعها وخلص منها بس اديها حقها. لكن انت دلوقتي قتلتها
وانت ان شاء الله تاخد اعدام حسب القضاء وحكم القضاء العادل. طب الايام ما فكرتش فيهم؟ ولادك الاثنين انت في السجن او في الاعدام وامهم ماتت، مين هيربيهم؟ جدهم وجدتهم اللي كبار في السن؟ ما فكرتش في العيال؟ ما فكرتش في مستقبلهم؟ ما فكرتش ان بكره بعد لما يكبروا يقولوا يا اللي ابوكم قتل امكم ويا ترى قتلها ليه؟ يعني عليه ده انت، يعني ده انت عندك بنت، يعني المفترض انت كنت تتحكم عقلك. والعلاقه بين الزوج والزوجه علاقه موده وحب، مش علاقه تقطيع وتمثيل بالجثه ووضع في الفريزر. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.